النهارده هنعمل ساندويتش سلطه بيض مسلوق. مكونات: بيض مسلوق، جزر مبشور، عصير ليمون، كرفس، وزبادي ومايونيز، وهنستعمل شويه ملح وفلفل. ساندويتش بسيط تعمل بسرعه بين الفطار والسحور. هنجيب البيض الاول، نهرسه مع المايونيز، ملح وفلفل، كده نحط معلقة صغيرة عصير ليمون، معلقة زبادي، والكرفس. جهز الساندوتش. كده الساندوتش بتاعنا جاهز، ساندوتش سلطة بيض مسلوق، ساندوتش حاجة ساقعة بالهنا والشفا.